اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. طبعا اللي شاف الحلقه بتاعه البوكس اوفيس، الحلقه بتهيألي اللي فاتت ولا اللي قبليها، قلت ان انا لازم كده كده اعمل عن فيلم سونيك ذا هيدج هوج. ايوه يا جماعه، لان في جيم كاري، واللي ما يعرفنيش او لسه شايف القناه دلوقتي، انا بحب اكتر ممثل مفضل ليا هو توم هانكس، واكتر ممثل بحبه في حياتي هو جيم كاري. ليه؟ لان هو السوبر هيرو بتاعي من وانا صغير، وطبعا اتكلمت عنه كتير جدا في حلقاتي انجليش يعني. والصراحة دخلت الفيلم انا واخويا الصغير امبارح واحنا داخلين السينما، كنت متحمس كده، واخويا متحمس عشان هيتفرج على سونيك اللي كان بيلعبه، وانا كنت متحمس جدا عشان اشوف السوبر هيرو بتاعي ورجع تاني. يعني كده في مشاعر مترابطة اسمها صح كده يعني. يا جماعة هنتكلم عن الفيلم كده بايجاز وحاجات جميلة كده خالص، وهل الفيلم عجبني ولا لا، هل الفيلم طفولي زيادة عن اللزوم، والكلام ده كل ده هنعرفه في الحلقة دي. بس قبل ما ابتدي الحلقة عايزك تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة، وعايزك تشترك على انستجرام بيج والفيسبوك بيج، ودوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقة أول بأول. ويلا بينا نخش في الحلقة. I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package. On my planet, people were always after my powers, so I came to yours. طبعا كلنا يا جماعه عارفين سونيك، يعني العيال الصغيره، وانا من وانا صغير كنا بنلعبها على السيجا لو تفتكروها، هي اسمها سيجا، بس احنا هنا في مصر والوطن العربي بنقول عليها السيجا. وسيجا دي هي اللي انتجت الفيلم بتاع سونيك ده برضو، وعملت حركه اشيك من الشياكه الصراحه لمعجبينها وكل محبين سونيك في العالم كله، ان اول ما نزلوا تريلر ونزلوا بوستر خلوا سونيك كده شكله وبقه مختلف تماما عن سونيك اللي احنا عارفينه، فالناس استائق جدا وقالوا لا وبتاع. قامت ساجا استجابت ليهم على طول على طول كده، ما نشوف الاستجابه. شفت يا علي الدنيا جميله هناك ازاي؟ تخيلوا يا جماعه ان هم عملوا فيلم من اول وجديد بشكله بقى اللي هو عجبهم بقى اللي هو ده في الاخر الكيوت الجميل ده. وبسبب الحركه دي طبعا الناس انبسطت جدا ودخلت الفيلم، والفيلم محقق لغايه دلوقتي 137 مليون دولار، ده يعني اللي هو لسه. والفيلم اساسا كان البادجت بتاعه 80 مليون دولار، لحد دلوقتي خلصانه بالشياكه. وطبعا قصه الفيلم مش محتاجه بقى اللي هو جو حرق وتعقيدات والكلام ده. سونيك اتعرف على جيمس مارسدن او الشارف بتاع الفيلم او البوليس يعني بتاع القريه اللي هم قاعدين فيها، اتعرف عليه وبقى ما بينهم صداقه وبقت ما بينهم محبه، وبيحاول شارف يساعده عشان يجيب الرينجز بتاعه سونيك تاني، ومن خلال مواجهه الشرير جيم كاري او دكتور روبوتنيك. روبوتنيك ايوه. من الاخر يا جماعه كده يعني، من الاخر وبإياس، فيلم حلو جدا وخارج منه مبسوط جدا جدا جدا، وما كنتش متوقع ان انا هخرج منه مبسوط قوي كده، لان انا في الاول وفي الاخر انا عامل حسابي ان انا داخل فيلم اطفالي شويه والناس يعني هيبقى فيه اطفال كتير والكلام ده، بس الصراحه لا، انا كنت شايف ناس قدي كتير جدا في السينما وكانوا مبسوطين جدا بمشاهد جيم كاري زي، لان هم دول اللي اتربوا على جيم كاري زيي. وفي نفس الوقت لاقي اخويا جنبي مستمتع جدا وبيضحك على سونيك وبيضحك على جيم كاري ومبسوط جدا بالفيلم. فيلم عائلي اكتر من رائع، انصح بيه الكبار والصغار والشباب ان هم يخشوه. يعني من الاخر كده خد باهلك كلهم يوم الجمعه وخشوه، ايوه، وعلى ضمانتي هتخرج من الفيلم مبسوط جدا. اما طبعا عن الاداء الصوتي او سونيك يا جماعه في الفيلم، بجد كيوت جدا ولذيذ جدا وشقي كده، وعمري ما حسيت منه ان هو بيستخف دمه او بايخ او بارد، لا لذيذ جدا، برغم برضو ان ما طلعش منهم يعني اللي هو الفاظ خارجه والكلام ده، فيلم عائلي بقول لك بحت. اما جيمس مارسدن او الشارف قايم بدور اللي هو انا الشارف بقى اللي هبقى معاك واصحاب وكل الكلام ده. التعقيب الوحيد بالنسبه لي في الفيلم ده العلاقه اللي ما بينهم يا جماعه، العلاقه حسيت ان هو لو كانوا زودوا شويه فيها او خلوا ميموري ما بينهم اكتر من كده شويه، او ما خلوش كل الباكيت ليست تتعمل في مشهد واحد مثلا، كان هيبقى فيه تعاطف اكتر في مشاهد كان ممكن احس بيها بتعاطف اكتر من كده، ولو فهمني اكتب لي تحت في الكومنتات يعني. بس هرجع واقول لك طبعا الاداء الصوتي لسونيك
او بنش ووردز اللي هي بدور صوته يعني. او بالمناسبه يا جماعه بنش ووردز ده السوبر هيرو بتاعه من هو صغير، وممثله المفضل هو جيم كاري، فهو يعني بالنسبه له هو بيحقق حلم العمر بان هو في الفيلم ده معاه. وما تتخدعش بقى في المشاهد الاوليه من الفيلم، يعني هتلاقي كده مشاهد اللي هو ايه ده انا داخل فيلم طفولي بقى اربع سنيني وكده، لكن لا، مع توالي الاحداث والكلام ده هتلاقي نفسك في فيلم عادي جميل، هتبقى اللي هو طول الفيلم عامل لما جيم كاري بقى يطلع نيجي بقى طبعا عند العملاق، اكتر حد يعني عشت معاه طفولتي في حياتي، يعني بجد مش عارف اقول لكم عدت كام مره فيلم دماسك ودام اندمر وايز فنتورا وكل حاجه كان الراجل ده بيعملها. مجرد ان انا افتح الجرنان كده الاهرام يوم الاربعاء عشان اشوف السينمات في فيلم الجيم كاري نزل جديد ولا لا، او قايل لوالدتي على طول يلا بينا نخش السينما لا جيم كاري، ابقى اللي هو بقلب ايوه فعلا بقلب طفل كده، وانا كنت طفل اساسا، بس يعني كان لازم اخش حاجه لجيم كاري. جيم كاري ليه هيبه في الفيلم تقيله جدا، واداؤه اكتر من رائع الصراحه، وكان بيدي تاتش كده اللي هو لا يا جماعه جيم كاري يا جماعه هو اللي معلي في فيلم كده كده لانه جيم كاري. وفي نفس الوقت كده بتلاقيه بيلمح كده بحركاته اللي احنا متعودين عليها من زمان اللي هي فلكسبل بودي دي، وخاصه طبعا اللي شاف الفيلم طبعا فاكرين المشهد بتاع لما الميوزك كانت شغاله في اللاب وعم بيعمل الحركات بتاعته بتاعت ايز فنتورا اللي احنا متعودين عليها. الراجل هو يا جماعه ما شاء الله داخل على 60 وزي الورد وزي الفل، وعايزين بقى جيم كاري تاني يرجع، وفي اخبار واقاويل عماله تقول ان هو ممكن يعمل دماسك الجزء الثاني، وفي اخبار تاني بتقول ان هو ممكن يعمل ايس فنتورا الجزء الثالث. اتمنى الصراحه من كل ده، يا سلام بقى لو عمل بروس اولمايتي 2 مثلا، يعني انا اتمنى بجد من جيم كاري يرجع وبقوه كده. وانا عامه كده بقول لكم بيني وبينكم يعني اوف ذا توبيك، انا بتفرج على كيدنج سيزون 2 بتاعه اللي الحلقات بتاعته لسه عماله تنزل اسبوع ورا الثاني، انا الوحيد اللي غالبا في كوكب الارض بتفرج عليه، مش في كوكب الارض طبعا، مسلسل معروف بره لكن في الوطن العربي مش معروف خالص، وادي مسلسل اهو بقول لك اتفرج عليه. لو انت بتحب جيم كاري يعني من جوه كده هيعجبك جدا المسلسل، وهو مسلسل سيريس يعني مش ضحك وبتاع. يعني نسيبنا بقى الموضوع ده ونرجع تاني بقى للفيلم، اهم حاجه في اخر الفيلم يا جماعه ما تسيبوش الفيلم، لان في افتر كريديت سين، في مشهد كده عجب الناس جدا وعجب الاطفال اللي بتحب سونيك جدا خاصه اللي حواليا، لان كان في كده حاجه مهمه يعني اتفرج عليها بعد الكريدتس ما تخلص هيعجبك جدا. نيجي بقى عند سلبيات الفيلم، بالنسبة لي زي ما قلت لك هي العلاقة اللي ما بينهم دي، لو كان فيها مشاهد اكتر ولو الفيلم كان طول اكتر من كده بشوية بجد كنت يعني تخيل انت لما تكون سلبيات الفيلم ان الفيلم يبقى اطول من كده بشوية، حاجة اكتر من رائعة الصراحة. وفي الاخر تقييمي الفيلم سونيك هو 8/10، يعني بجد هتخرج مبسوط انت والعيله، وهترجع كده عيل صغير وانت بتتفرج على الفيلم ما ضايقتش خالص، وعشاق جيم كاري هيعجبهم الفيلم جدا. وزي ما قلت لك في اول الحلقه وبعيدها تاني، انصح الكبار والصغار والعيله كلهم يروحوا كده يوم الجمعه كده، يعني حاجه عائليه كده، نخش الفيلم وبعديها نروح ناكل سينابن في اي حته. ايوه يوم عائلي جميل يوم الجمعه. بس يا معلم ده اللي انا اقدر اقوله لك في نهايه الحلقه بتاعت سونيك، ولو عجبتك الحلقه دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول، وعايزك تشترك على انستغرام بيج والفيسبوك بيج، واحلى مسا عليكم. طبعا انتوا فاكرين الحلقه بتاعت البوكس اوفيس لما قلت لكم ان انا لازم كده كده اعمل ايه بقى، اتخنقت. انت اللي انت بتقوله ده هري اساسا. بص انا عندي كحه قرفاني والله قرفاني. مشكله بقى اليومين دول يا علي وانت ماشي في الشارع وبتكح ناس تحس انك جرثومه ماشي فيروسة، ما يصحش برضو يعني الناس ما ده كحه بكح عادي يعني.